عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الصفحة 42 حصة التطبيقات الكتابية. أنجز على دفتري، أدرج في الجدول الكلمات التالية: يجتمع، على، عيد، ساحة، إن، جلسة. اجتمع، اجتمع هي فعل نكتبها في خانة الفعل. على هي حرف. عيد اسم، نكتب عيد. ساحة هي اسم كذلك، نكتب ساحة. إن هي حرف. جلسة فعل، نكتب جلسة. أحول: أنا رحبت بأصدقائي. أنت رحبت بأصدقائك. أنت رحبت بأصدقائك. هو رحب بأصدقائه. هي رحبت بأصدقائها. أختار كلمة من الكلمات من كل مجموعة وأركب ثلاث جمل تبتدئ بأفعال. استقبلت، نكتب استقبلت. استقبلت من؟ مريم، نكتب مريم. من أصدقاءها؟ نكتب الآن الفعل ودع. من سمير؟ رفاقه. أفاد الفعل الأخير، أفاد. الكتاب من قارئه. لدينا هنا: ينصح خالد صديقه. خالد ناصح. قرأت أسماء قصة، نكتب أسماء، نبدأ بالفاعل. كاتبة. يرسم يوسف دبا، نبدأ بالفاعل هو يوسف. راسم. خامسا: أقرأ خريطة كلمة الصبا. لدينا هنا الصبا، نملأ نوعها، شرحها، ردها، ثم نركبها في جملة. إذن ما معنى الصبا؟ نوع هذه الكلمة. الصبا هي اسم، نكتب اسم. ضدها الصبا هو صغير، إذن ضدها هو عندما تصبح عجوزا أو الكبر، نكتب شيخوخة. أو نكتب كبار.
مرادفها أو شرحها هو طفولة صغر، نكتب طفولة أو صغار. تركيبها في جملة، نكتب اشتقت إلى أيام الصبا، اشتقت إلى أيام الصبا.